انا نجي نقال ماكله والسكنه والاخر والله ما نهضر معاهم والله ما نسحق دراهم والله ما نسحق دراهم انا اللي نطالب تاعك تقول لي عايش مليح انا مانيش عايش اقسم بالله ماني عايش مليح دي دراهم دي كلش وتكاسره في التكاسره عاد دي كلش انا اللي نقولك انت تكلم انت راك تقول لك معايشين هما ولادهم راهم يدوا الدراهم يلعبوا بها دراهم راهم يلعبوا بها غير حلوه ولعب كذا ويقول لك لي كونديسيون تاعكم مليح احنا ماناش عايشين مليح انا والله شاور انا في 2018 يا جماعه 2018 انا عايشين العيشه تاع قطوطه في ليترونجي راهم خير منا ولا انا خير منا ولا جي مي بيرمي با باه نشري قلعه ريحه مليحه ما نشريهاش ها جي مي بيرمي با دو بوتي ان بون كوستيم ان بون كوستيم كوم لي زوتر ها جي مي بيرمي با داشتي ان بون كارطاب شباب ندخل به للقسم ايا روح شري لي تي راه عندك الشهر دي تا وشري لي شري انا كاع ما نهدرش انا جي دوموند با سالير انا تايا تكلف صرف لي شري لي ونعيش وعندي لي باكونس تاوعي كوم تو الموند نعيش كوم تو الموند كوم تو لي بروفيسيور دي موند اه علاه ما عيشه بنكا ما عيشه بنكا نعيشو حنايا حياتنا كاع فوتنا معاهم حياتنا ما كاش ان بون سوير ما نعيشوش حياه سعيده الحياه الكريمه اين هي الحياه الكريمه ام نقولوا لنا حياه كريمه ماناش عايشين ايوا المسؤولون ماناش عايشين يرحم والديكم شوفوا فينا نعيشوا عيشوا ولادنا الاساتذه اغلبيتهم راهم بلا سكن الاساتذه اغلبيتهم راه عندهم دي مالادي بروفيسيونيل انا جي المالادي بروفيسيونيل جاتني من الميتي هذا المالادي بروفيسيونيل واني نخلص ان بي نقص ولا خضاني مريض منه ولا مالادي وراني توجور بتراتمو توجور بتراتمو وتوجور بدي ميديكامو اللي كالمو لي دو المرض تاعي ونرقد حتى الثلاثه تاع الساعه الصباح علاه ربي يبغي هاك انتوما تهتموا بتوعكم وحبابكم وصحابكم وحنا نقعدوا نعيشوا لا ميزير حتى نروحوا للقبر لا نو جي ريفونديك مي دروا وراني بنادم وندوموندي الحقوق تاعي ولاكم تشوفوا فينا رانا عايشين يا خويا محونا وجيبوا شعب وخداخر راه الشعب وخداخر يعيش معاكم حنا نطالبوا بحقوقنا المشروعه في الدوله الجزائريه باه نعيشوا مليح ما نطالبين والو طالبين المعيشه الكريمه وما نتبعوا فيكم ما نقولوكم شهادتوش يا ما دتوش حنا رانا نطالبوا بحقوقنا المشروعه ولا راكم اساتذه وقفوا معانا انا نقولكم وقفوا وما توقفوش معايا وقفوا مع الاجيال الجديده من الاساتذه باه ما ينحضروش استاذ داخل ب 6 ملايين السالير مينابل علاه ربي يبغيها ربي نعطوهم ب 6 ملايين ويصرفوا لهاد الاستاذين جان راه داخل استاذ جان ها نشوفوا في الاساتذه مساكين هذه كارطاب تاعهم كي داير كارطاب قدام الاساتذه التلميذ راه كارطاب خير منه راكم تقولوا استاذ لقاء استاذ قيمه وشان استاذ قيمه وشان في الدول الاوروبيه ولكن احنا استاذ ما عنده حتى قيمه ما عنده حتى شان لذا من هذا المنبر وطالب كل الناس الخيرين في هذه الامه باش يشوفوا الاستاذ لانه هو الركيزه الاساسيه في الوطن الركيزه الاساسيه ولما الناس تخلاو عن قيمه الاستاذ والنظره الاساسيه لقيمه الاستاذ هذه هي الامه راكم تشوفوا فيها كي راها دايره الامه تبنى بالعلم الامه تبنى باحترام الاساتذه الامه تبنى باحترام العلماء وحنا رانا اساتذه انا نشوف في روحي عالم تاع هذه الامه انا ما نشوف في روحي كذا كما راهم يشوفوا الوزاره انا عالم وانا نقدم خدمات وانا خدمت التعليم باخلاص مانيش قال غير هاك وكذا انا خدمت التعليم ولذا مادام خدمت التعليم نطالب تكافئوني ماشي تقولوا لي خرج برا انا نتكافئ وخرج برا الرزاق ربي ذو القوة المتين ربي هو اللي يمد العيشة الكريمة إذا كنتم تقولوا لي خرج انا نخرج وما كاش مشكل ولكن ما مصير الأجيال القادمة من الأساتذة ما مصيرهم يديروا لهم قانون يركعوهم ما يوليش عامل يولي عبد وحنا ماناش عبيد ارفض ان اكون عبد انني معاك كيما داك مسؤول امين عام وزاره او غير ذلك انت ان طرافايير دو ليطا ان امبلواي دو ليطا وانا سوي امبلواي دو ليطا نعيشو باحترام الحريه نعيشو بالحريات الديمقراطيه والحريات النقابيه ماشي نعيشو في الظرف انت كيما بغيت دير لي انا ما ديليش كيما بغيت تاير نتيافو وندخلو في طاوله الحوار الا راكم بصح إلاكم بصح تحوسوا على مصلحة الأمة ومصلحة الأجيال وإحنا ولادنا فوق لساننا إحنا ولادنا نخموا عليهم ولكن
طالت الطريق طالت الطريق، كل سنة نهضروا هذا الهضرة، طالت الطريق كل سنة كل سنة، حتى نخش لاريتلا تقولي ندير لك مسكن، كل سنة نقول الحياة كريمة، رانا نطالبوا بحياة كريمة ويعطونا حياة كريمة، ما نهضروش حياة مليحة يحسبوها بالكاي يعرفوا يحسبوها، والله يدوا الدراهم يدوا الدراهم ويعيشونا، احنا ما تحقوش دراهم، تحقوا عيش كريم عيش كريم. ونظن انا نظن كل واحد له الحرية، ما نحكموا على حتى واحد، ما نحكموا على حتى واحد، كل واحد له الحرية وله مستوى الفكر اللي يخليه يقبل ولا يرفض، هذا ثاني مستوى تاع فكر، هذا مستوى تاع فكر. راه الرجال في العاصمة قريم بوديبة والجماعة راهم واقفين وراهم تاعبين، على باش تاعب كش ما يحوس على منصب، واش يحوس على منصب، راه لي فونديك لي دروا تاعنا ويمثلنا ويهدر بأداب وراه واقف على باش على باش حقوقنا، ما نطالبوا بحتى حاجة وما يتحركنا حتى أيادي كما راهم يقولوا الأيادي الخارجية، نحن ضد أي كلمة مثل هذه الكلمات التي تقول أيادي خارجية، أي أيادي خارجية، أنا نقولك مانيش عايش، أنا نقولك أنا مريض وتقولي الأيادي الخارجية، أنا نقولك أنا مريض وتقولي الأيادي الخارجية، أنا مريض من رجلي، أنا مريض راني نبات بالسطرية كل فيها وتقولي الأيادي الخارجية، الأيادي الخارجية، الأيادي الخارجية، هذه هي الأيادي الخارجية كما هي، لا داعي لذكر كلمة الأيادي الخارجية، رانا نطالبوا بحقوقنا. والاساتذه والله يسجل التاريخ عليكم، اقسم بالله يسجل التاريخ عليكم، والله يسجل التاريخ عليكم، هذا اليوم يسجل عليكم الا وقفتوا ولا ما وقفتوش، والله شاهد على ما ربي راه شاهد، احنا والله العلي العظيم ما عندنا حاجه من سوى رانا نخموا الاساتذه اللي جايين قيمتهم كيف تكون، ومنها ومن بعد خرجوا لي من بعد ربي رزاق وصيد الروح كاع، ومن بعد كاع نموت عالموت ومن بعد شكاين شكاين، هذه حياه نعيشها انا نفرح بها، حياه اللي قرعه ريحه ما نعطيكش ليها. اه ان بو بارفا ما نشريش، اه كوستيم شباب ما ننساش، يا عباد الله اقول لك السير اشوفوا الاساتذه في الطاليان والالمان وفرنسا والدول الخارجيه كي راهم عايشين، الحطاو ونوقفوا وكي داير لي كونديسيون دي ترافاي دي كونديسيون فافورابل، باغ كونتر نو اون دي كونديسيون دي فافورابل، علاه ربي يبغي كي نهار، ربي ما يبغيش تهلاو في الاساتذه، ها ديروا لهم وقفه ديروا لهم وقفه وقفوا معاهم وقفوا مع بعضكم، ما تخرجوش على الطريق يا جماعه، ما تخرجوش الطريق وقفوا مع بعضكم وقفوا مع بعضكم، والله العلي العظيم يا اللي جايه لا تعب وما نوقفوش، والله لا اصعب، وش نقول لكم السلام عليكم.